السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي انا عندنا شقة ملك، بس هي علشان يعني على طريق والدولة هتهده، بس الفلوس اللي هي هتدهلنا علشان يعني الفلوس اللي هتدهلنا كتعويض علشان للهد، صعب ان هي تجيب شقة. ففي الحالة دي لو احنا خدنا كارد من البنك، مش كارد، لو خدنا شقة تمويل عقاري من البنك، فيها حرمانية؟ والله يا أختي، الضرورات تجوز المحظورات. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فإذا كنتم حقا مضطرين فلكم عذركم. بارك الله فيكم. شكرا.